وحول هذا الموضوع أكد الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور رشاد عبدو على أن العلاقات الاقتصادية البحرينية المصرية علاقة قوية وفي تطور مستمر، حيث يعد البلدين بتعاونهما المستمر كيانا اقتصاديا متميزا. العلاقات الاقتصادية المصرية البحرينية علاقات متميزة جدا وفي تزايد. يعني لما اقول جيده واسكت ما بقاش منصف، لانها فعلا في تزايد، وانا بتوقع ان خلال سنتين ثلاثه على الاكثر هتفوق وتتعدى المليار دولار. البحرين اصبح كيان اقتصادي محوري مهم. البحرين بقت النهارده مركز اقليمي مالي وعالمي، فده كله بيقول ان البحرين في تقدم دائم. وفي نفس الوقت مصر بحكم موقعها وقيادتها وريادتها، وده ليس جديد، انما من ايام الثوره 23 يوليو ايام عبد الناصر ادرك ان التعاون مع البحرين وبعض من الدول المهمه في منطقه الخليج مكسب كبير جدا. علشان كده العلاقات كانت متميزه جدا واستمرت في التميز.